مفيد فوزي يحلل غادة عادل التي لا تعرفها. وده السؤال الوحيد اللي يعني بقول يا رب أستاذ مفيد ما يسألهوليش. الذكريات تبكيها بالدموع. لا يروق لي إنسانيا أي حد أنه يموت بالشكل ده. لا تظهر غيرتها على رجل. تربية البنت مختلفة. تفتقد الفضفضة بأحزانها. بحس أنه بيحب يشوفني. وأنا بالتالي كنت بحب أشوفه وقتها. تغسل شعرها بالليمون. أحلى إحساس في الدنيا. أمومتها قبل فنها دائما. بيعرف يلقط النظرة واللحظة والهمسة وحركة الإيد واللفتة. قدرية ومترددة ولا تغامر. الممثلة التي تدخل الوسط الفني من الأفضل أن تكون متزوجة. زوجها يحميها من نفسها. هل مجدي يحميك من نفسك؟ غادة عادل في وصلة صراحة غير مسبوقة للمحاور مفيد فوزي في مفاتيح الليلة 10 مساء على دريم 2.